تحية طيبة لكل من يشاهدنا عبر شاشة زاكروس الفضائية، وتحية طيبة لكل المشاهدين والزملاء داخل الاستديو. كلنا كنا أطفال، كلنا كنا نصدق بالأمور المعقلانية، لكن من كبرنا وبمرور الوقت اكتشفنا أن هذه الأمور هي بمجرد ما وهم، وأن هذه الأشياء والخرافات بمجرد ما أشياء وهمية غير موجودة بحياتنا، صرنا نضحك عليها ونضحك على نفسنا. اليوم ومن خلال هذه الفقرة راح نسترجع كل ذكريات الطفولة والخرافات مع الناس، أكيد راح تعجبكم هذه الفقرة، خليكم وياه. أكيد مستمرين ياكم مشاهدين الكرام، وإحنا اليوم متواجدين بأحد المولات الموجود بالعاصمة الحبيبة بغداد. مثل ما قلنا في فقرة اليوم راح نسترجع ذكريات الطفولة والخرافات، أكيد راح نبلشها ويا الشباب. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الأجواء يومكم؟ شباب عرفنا باسمك. حسن محمد. حسن عزيز. حسن عزيز. متفقين علي أنتو؟ أمير عبد الله. أمير عبد الله، هاي أمير. أبلشها ويا أمير لأنه أنتوا يجوز متفقين عليه، فنتفق أنا وأمير عليكم. يعني خلينا نسوي فد مناقشة بيناتنا، إنه إحنا كنا نمر بهواي أشياء من إحنا وصغار، كنا نصدق هواي أشياء بحياتنا مثل الخرافات ومثل يعني هواي أشياء كنا نصدقها، مثلاً نتابع شاشة التلفزيون أو أمور قد تكون يعني اكتشفناها إنه يعني إحنا بالمستقبل من كبرنا. من هاي الأمور اللي كنتوا تصدقوها أنتوا، يعني مثلا انه احكي منه خلال سماعه مال التلفزيون والمقدم مثلا يسمعني هيك صدق يعني. زين وانت كنت كلش مقتنع؟ اي مره صارت لي موقف انه حكيت ويا واحد كان يطلع واحد متصل اسمه حسن همي انا خفت وطفيت التلفزيون. يعني يعني زين هسه انا تعبت يعني راح اخذ كرسي واستريح لان القعده حلوه وياكم. اخذ هذا الكرسي. يا الله. وانت بهذيك اللحظه ترددت كنت تخاف؟ قلت ما تفرش تلفزيون. وانت مثلا تمل بالسياره من نمشي بالليل اشوف القمر اباك الحق وراي شايف ملاد القمر من نمشي وكنت مثلا الغيم احس ان اباك مدينه فوقها يعني اقدر امشي فوق الغيم. كلش مقتنع. كلش مقتنع. وش اكتشفت؟ ها؟ كله كذي. زين اكيد يعني هاي اكتشفت انه من كبرت انه ماكو هيك شيء. اكيد صح. زين سولف لي ورا ما اكتشفت انه ماكو هيك شيء وهاي كلها خرافات وكذي بس صار فيك انت. كلش عادي يعني والله عادي. يعني ما عشت هيك شيء بصدمه. لا لا عادي. ابد ابد. زين وحسون. عيوني. اريد اعرف انه انت بشنو كنت تصدق من انت صغير؟ من وانا صغير؟ والله شو اقول لك كان ابوي حشد غديت ما اتذكر. ليش اكذب عليك؟ ابد ابد. بس انت تتذكر يعني تشوف يعني اتخيل انه من لابو بريعس من يكبر يصير تمساح. يعني هاي فالتخيلات هاي جدا كبيره يعني انه ابو بريعس تتخيل يصير تمساح. ومن بعدها شو اكتشفت؟ والله اكتشفت ان ابو بريعس يعني يسوي لك بس بالماسحه تكتله وتمساح هو يقدر ياكله يعني. وراها حسيت انه انت بطل، اكتشفت اكتشاف عريق. اكتشفت طبعا كم ابو ريعس كاتلاني كم تمسح كاتل كم تمسح ولا واحد. تحياتي لكم شباب، ممنون منكم، قاعده حلوه وياكم ولا تطلبوا لي كل شيء ماري كل شيء. يلا شباب ممنون منكم. اكيد مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بهذه الجوله، خليكم ويانا. اول شيء خليني اتعرف على اسمك. انا مروان. مروان. مروان من كنا صغار كنا يعني هواي نصدق بخرافات، هواي نصدق باوهام كبرنا واكتشفنا انه هاي الاشياء مو موجوده، انت بشنو كنت تصدق؟ والله كنا يعني دائما نكتب قلب على الاشجار ودائما يعني نصدق به، بس كبرنا واكتشفنا يعني شيء اكبر من هذا الشيء. شنو هو الشيء الاكبر من هذا الشيء؟ يعني همومنا، مشاكلنا كبرت، مسؤوليتنا كبرت. زين والخرافات اللي كنت مصدق بها؟ والله هي ماكو خرافات، اكو يعني تلطيف جو. يعني اهلك ما كانوا يخوفوك بشغله اكتشفت انه هاي الشغله مو موجوده؟ يخوفوهم بي. ليش تشوش؟ كانت طفولتي جدا اليمه. والله طفولتي يعني تعودون مني. ليش؟ شيطان. لا اله الا الله. هنا الشباب دي يصورون، مو بس تصورون احنا بنصوركم. شلونك؟ حبيبي. شو اسمك؟ فهد.
فهودي. فهودي هواي كنت كانت خرافات كنا نصدق بيها. زين اسالك سؤال جواب قصير ويا فهودي. الله يسلمك. زين هواي كانت اكو خرافات كنا نصدق بيها من يعني من احنا وصغار. نام الظهر اللي يجيكم الحرام يبوكم. هاي جديده هاي ما سامعها مو مطروقه. هاي جديده ايه. زين بعد. والله خطيت تنام بعد المغرب. انا نمت لوحده. زين وانت؟ جاك ابو سبع عيون. هذا من هو؟ ما اعرفه. كبرت وصلت عمر 30 سنه ولحد الان ما عرفت شنو ابد. ولا راح تعرفه؟ ولا راح اعرفه. بس ابو سبع عيون؟ واي اقوم اخاف منه وارجف. زين غير شيء غير ابو سبع عيون شيء؟ والله ما اذكره بصراحه انه هوايه بس الدراسه وهاي وهموم الدنيا شويه نستني هوايه. والله والله انت شنو همومك؟ اني؟ يعني عندي طموحات وهاي مدى تتحقق. هنا خلي اجيب نصكم. عندك طموحات شنو؟ عندي طموحات ومدى تتحقق هواي طموحات. مثلا؟ يعني كل انسان من حقه انه يشوف حياته ومستقبله بالعراق وهذا الشيء احنا مدى نشوفه. ان شاء الله يا رب تشوفون وانتم شباب واحنا املنا بكم. يعني املهم بينا احنا شباب. تمام؟ يا اما ماكو لا تصدقون بي اي امل بالموضوع ماكو. والله اكو بالعكس باع اكو فد مقوله دائما او يعني شغله خليها في بالكم مو بس هاي انه الشغله اللي تريدون تصيرون عليها امنوا بيها من تامنون بالشيء اللي تريدون تصيروه راح يصير لكم بكل التوفيق لكم والنا ممنون منكم شباب حبيبي انا الاسعد يعني جوله جدا مميزه وجوله جدا مهمه وجميله خليكم ويانا ونشوف الخرافات اللي كانوا يصدقون بها الناس من هم وصغر اكيد مستمرين يعني أنا بهاي اللحظة أتمنى أرجع صغير حتى أصعد بهاي وبدال ما أسمع لأي أغنية أسمع أغنية عدنان ولينا وجامعتكم أماني وأكيد إحنا مستمرين وياكم بهذا المشوار وهذه الفقرة المميزة والجميلة وأكيد رديحتي والله حس عنده حتي شونك؟ لا أنا دا يقنع بي والعباس على وليتي قنع لا شون؟ ما أرفعت شو سمودة تحتي شونك؟ اخبارك على الله شوف اكو هوايه خرافات وهوايه اشياء كنا نصدق بها من احنا وصغار يعني اشياء اهلنا كانوا يخوفونا بيها حتى مثلا ما نصير وكاح او مثلا ننام الظهر بس انا ما اخاف ابد ليش ما هي كان طبيعتي ما اخاف من انا صغير والله والله طب يا جني وانا صغير وبعد قمت ما اخاف لا اله الا الله والعباس ايش بيه زين هسه طلعوه من كنت صغير خلوه لي على جنانه و... يعني زين زين ما تفوت وياه ما اخاف منه زين هسه يعني ابد ما فد اشياء يخافوا هسه مو قرا السيد علي بعدين قمت ما اخاف هسه عادي حتى لو بيت اظلم اطب عادي ما اخاف خير وبركه السيد قرا علي بعد والنعم نعم بيك اصلا ممنون حياه انت والله وديك حبيبي اكيد بعد عندنا السلام عليكم شلونك حبيبي اسم بالخير سيوفي اكو هوايه معتقدات وهوايه اشياء اهلنا كانوا يخافونا بيها من كنا صغار يعني مثل اشياء يعني هواي اشياء اهلنا كانوا يخوفونا بيها هواي اوهام كنا نصدقها داري دنا يعني يقولك ها جاك الواو يدقونيش بالحائط فهاي السوالف يعني شويه تخوف تخاف من الواو يعني لا انه هسه لا لا هسه كبرنا وعينه يعني كبرت وشفت انه ماكو واو لا ماكو واو بس يج مجرد انه يخوفونك حتى تنام ليش كانوا يخافوك كنت وكح الله كلش انت مبين تخوف يعني والله العظيم وكح كلش يعني اتوقع بيتنا طابقا شيدت من عنده والله مواهب مواهب اي والله زين هنا ديباوا عليك يقول لي لا يعني ليش لا حيقبط وياهم حيتسلب بالسياره يروح السلام عليكم يلا مرت سلام شلونك حبيبي اسمك حبيبي محمد ابو جاسم اكو هواي اشياء اهلنا كانوا يخافونا بيها من كنا صغار هواي خرافات كنا نصدقها احنا وكنا مخاف صدق من كبرنا اكتشفنا انه هاي الاشياء كذب انت بشنو كانوا يخافون؟ السعلوه الله هاي يعني شلون نام جت السعلوه شو كلها عن النوم كلها نام جت السعلوه نام جتك الواوي جت السعلوه لو مثلا الظهريه يجيك البعبع وجاك البعبع؟ لا والله ما جانا من كبار ناس قمنا نقول لك جاك البعبع تعلمنا من الكبار زين ماكو بعبع طلع لا وينك بعبع؟ زين واذا طلع اكو بعبع شو تسوي؟ لا تخاف ممنون منك جاني كرام جولتنا اليوم اكيد مستمره واكيد يعني نشوف بعد من المزيد من العوائل مزيد من الشباب اليوم كثير ناس متوافده المنصور تعال 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 شلونك
شو اسمك؟ احمد. حمودي انت تخاف؟ لا. زين ماما وبابا بالبيت هم يخافون بيك؟ لا ابد؟ ابد. يعني انت مثلا تنام نومة الظهر؟ لا. يعني هسه مثلا مني يريدوك تنام وانت ما تنام، اوكي شو يقولوا لك اهلك؟ كل شيء يقولوا لي. يعني شو يقولوا لك؟ كل شيء يقولوا لي. ابد؟ ابدا ابدا؟ ولا؟ ابدا ابدا؟ زين انت جاني يوم مول شو تسوي؟ العب. تلعبني وياك؟ ركبني على حسابك، انا ما عندي فلوس ترى. ماشي حنت خلصان. زين اريد العب انا وياك شلون؟ خلصان شو اسوي؟ زين مرت الاخت لعبني وياك؟ ايه. يلا باي باي. اكيد مشاهدينا الكرام، دبور، شفت دبور العراقي، دبور الصغير، شلونك؟ ها شنو شعرك؟ اعطيني اياه. لا تريد اخذه. اخذه؟ شلون اخذه؟ اذا سوى غلوة مشان. زين انت شو اسمك؟ اسد. شو اسمك؟ اسد. الثودي. الثودي انت يا فاف. ليش ما مسجلت؟ حبيبي حبيبي الثودي، الثودي انت تخاف؟ لا ما اخاف. ابد ابد؟ ايه. زين ماما وبابا بالبيت ما يخافوك باشياء؟ ايه ما يخافون. لا يعني هسه مثلا ماما ما تقول لك اجاك الواوي جتك الجنية؟ لا ما تقول لي. زين وذا تقول لك؟ ما اخاف. انت قوي، سوي لهم حركة ثانية قوي. شلون تسوي لهم حركة ثانية قوي؟ اوبا يلا طقها يلا باي باي. زين الكرام، هذه الأجواء جميلة جدا، يعني أتمنى يا رب أن يعم الأمن والأمان على كل الشعب العراقي وكل العراق جميعا. أتمنى دائما نشوف الشعب العراقي بهاي البهجة وبهاي الفرحة المميزة وبهاي الفرحة الجميلة. يعني أكيد ياسر، واحد من الأشياء اللي كنا نتمناها بالطفولة أن نمتلك سلاح كبير، رشاشة بومب أكشن، وهذا السلاح طلع سلاح لعبة. يعني أنا أتمنى أرجع أنا وصغير، يعني أرجع بعد 10 سنين حتى نلعب هذه اللعبة. هلو شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ دانيا. دانيا ايش تسوين اليوم بالمول؟ لا ألعب. بس تلعبين؟ زين ما تتغدين؟ أتغدى بعد شوية. زين ليش عفتي الأكل ولعبتي؟ مو اللعب احسن من الاكل. زين دانيا، همكو اشياء انت مصدقه بيها يعني ماما وبابا يخافوك بيها؟ اي. مثل شنو؟ مثلا النوم. اي. يعني بالتاخر يعني مضر للصحه. اي هو شو؟ هو النوم صحيح مضر للصحه، بس اكو بعد شغلات مثلا من يريدوك تنامين يقولوا لك نامي ترى يصير هيك وهيك، اشياء يخافوك بيها. اشياء إيه. مثل شنو؟ مثلاً يعني هيك يخوفني. بشنو بالله يخوفوك؟ وحش. زين مو هسه تقتلي الوحش مو؟ زين واذا اجاك الوحش شلون بالبيت؟ شو تسوي له؟ اضربه. يعني اكو وحش؟ اي. هاي المعتقدات اللي بدي اقول لكم عليها اللي كنا مصدقين بها. السلام عليكم استاذ. شلونك؟ استاذ يعني جولتنا اليوم نتكلم عن اكو هوايه معتقدات، هوايه اشياء كنا احنا نصدق بها من احنا وصغار. شلون دانيا اليوم؟ دانيا مصدقه انه اكو وحش. صح. دانيا من راح تكبر راح تكتشف انه الوحش ماكو. صح. انت عن نفسك شنو الاشياء كنت مصدق بها؟ والله احنا كنا يقولون السعلوه. السعلوه هاي كانت تاكل تشرب ويانا. اي والله. ويعني تعرف هاي اشياء للطفل غير، يعني انه مثلا انت الطفل ما تقدر تجبره انه تخوفه بهذا الشيء البسيط حتى انه يقدر ينام انه من هذا الباب. زين انت ما تعتقد هذا الشيء راح ياثر عليه لو راح يكتشفه وراح يتناساه بمرور الوقت؟ لا هو ممكن انه يتناساه، بس انه الافضل انه واحد يبعد الكذب، لانه من راح يكبر راح يعرف انه اهله اكذبوا عليه وهذا الشيء ما موجود، راح شوي تقل هناك الثقه الموجوده. يعني زين يعني قلت الثقه عندك لا الأهل؟ مستحيل يعني انا يعني شلون من هذا الباب؟ لا مستحيل. شكرا لك عزيزي، ممنون منك.